بعد تصنيفها الأول في العام 2017، تحصد دولة الكويت أعلى درجات التصنيف لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف من حيث جودة مياه الشرب وفق تصنيف العام 2018، متصدرة بذلك من جديد قائمة الدول العربية إلى جانب دولة قطر ومملكة البحرين. هذه المعايير تختلف من أربع محاور. المحور الأول إدارة آمنة للمياه، اثنين توافر المياه في المبنى للأشخاص، سرعة الحصول على المياه، أربعة خلو هذه المياه من الملوثات. فهنا تجرى اختبارات متعددة في مختلف قطاعات الوزارة ذات العلاقة بإنتاج المياه، ومن ثم يتم الرقابة عليها من قبل إدارة مركز تنمية مصادر المياه. ثماني محطات لإنتاج الكهرباء والماء و59 مقطرة للمياه تعمل وفق المعايير والمقاييس العالمية، إضافة إلى مختبرات مركز تنمية مصادر المياه التي تجري تحاليل يومية لعينات المياه المجمعة من نقاط معينة وفق معايير منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. يجيبونهم عندنا في المختبر ويأخذ عليها الباركود ويقومون بفحصها كلها كامل، وبعدين يرسل جميع هذه النتائج والتحاليل عن طريق السيستم اللي احنا انشأناه يسمونه اللمس، اللي هو إدارة المعلومات المختبرية، إلى قسم البحث والتطوير. تم تطبيق المعايير الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية، ينقصنا الإشعاعية، لكن طبعا الإشعاعية مسؤولة عنها وزارة الصحة قسم الوقاية من الإشعاع، وإحنا في تواصل باستمرار مع بعض، يعني نتبادل العينات. يقوم قسم البحث والتطوير باستدعاء البيانات من برنامج إدارة المختبرات وتقييم هذه النتائج، وفي حالة ما إذا كان هناك أي حيود أو انحراف عن هذه المعايير وهذه الخصائص يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التشغيلية في وزارة الكهرباء والماء، كل على حسب اختصاصه وفي نطاقه التشغيلي. دور رقابي فاعل يقوم به مركز تنمية مصادر المياه، تسانده فيه وزارة الصحة وجهود العاملين وفق منظومة متطورة للحفاظ على مستوى الجودة المطلوب للمياه. مسيرة مختبرات وزارة الكهرباء والماء في تطبيق المعايير العالمية لجودة مياه الشرب لن تتوقف، لتبقى دولة الكويت في صدارة الدول التي توفر هذه النعمة لجميع المستهلكين. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.